شعر طريف الجرح ليل الأذى لا بخاف لا بعرف الخوف النطة كديست الجاني أرجي في صوف. يعني شوف الموضوع ده انتهى انتهى بصح من الخوف. صح. التحية لكم في الكنترول وعلى الزميل محمد الفاتح عبر هذا التقرير، والتحية لكل أهلنا في البطانة بالتأكيد على هذا الجمال وعلى هذا الإرث. نعم، هنتواصل معاكم، ودائما بقول أهم جزئية في صباح الشروق الأنشطة الرياضية عبر كرة القدم حاضرة من خلال هذا الصباح الساحرة المستديرة والمجنونة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد من خلال هذه الفقرة، وأهلا بك يا حسام. نعم، وأهلا أيضا بضيفنا الكريم الصحفي الرياضي ومحلل الفقرة سهل العبيد. أهلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني مباشرة أنظار العالم تتجه نحو العاصمة البرتغالية ولشبونة، أيضا هي محور الحدث، يعني هي محور النهائي دوري أبطال أوروبا. حنبدأ بالبايرن الألماني ونتحدث عن باريس سان جيرمان الفرنسي وتداعيات هذه يعني المباراة، ونترقب شنو فيها. ما في شك بأنه نهائي سيكون مثير نظرا للإمكانيات الكبيرة اللي بيتمتع بها الفريقين من حيث الناحية الهجومية، من حيث الأسماء الموجودة في كلا الطرفين. بايرن ميونخ متعود على هذه البطولة، يعرف جيدا هذه البطولة ويعرف دروبة، توج بالبطولة من قبل 5 مرات، يرغب في أن يكون تتويجه اليوم هو التتويج السادس له في تاريخه، يسعى أيضا لأن يحقق الثلاثية التاريخية من خلال فوزه بالدوري، فوزه بكأس ألمانيا، الآن يرغب في أن يفوز بدور الأبطال ويجمع ما بين الثلاثية كما فعل في 2013 مع يوب هاينز. لكن بكل تأكيد بايرن ميونخ يعرف جيدا بأن هذه المواجهة لن تكون سهلة، لأنها ستكون أمام خصم غاية في الصعوبة، خصم يمتلك خط هجوم على مستوى قوي جدا بوجود إمبابي، بوجود نيمار ودي ماريا. هذا الثلاثي يمكن أن يشكل صداع كبير جدا بالنسبة لخط دفاع بايرن ميونخ. بايرن ميونخ للأمانة المعاناة الكبيرة اللي وجدها في المباراة الماضية أمام أولمبيك ليون، صحيح أنه هو انتصر بثلاثية لكن واقع المباراة كان مختلف تماما، كان هناك أفضلية كبيرة وخصوصا مع بداية المباراة لمصلحة أولمبيك ليون. أولمبيك ليون اعتمد على أن يكسر مصيدة التسلل التي قامها الفريق البافاري، ونجح في كسر هذه المصيدة وانفرد بأكثر من مناسبة في مرمى الحارس مانويل نوير. يعني يمكن لولا تألق مانويل نوير في تلك المباراة كان يمكن أن تكون هناك فرصة كبيرة بالنسبة لأولمبيك ليون ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان. لكن في نفس الوقت أعتقد أنه هذه المباراة ستكون حساباتها مختلفة تماما، لأن كل الطرفين بيعرفوا جيدا بأنه أي خطأ يمكن أن يكلفك هدف وبالتالي بتفقد البطولة. باريس سان جيرمان أيضا هو يسعى لأن يتوج بالبطولة الثالثة له في هذا، الرابع له في هذا الموسم، أن أيضا يجمع ما بين الثلاث بطولات الكبرى في بطولتين كبرى في فرنسا، وبالإضافة إلى البطولة الأكبر اللي هي في أبطال أوروبا، ويسعى أيضا لأن يتوج بهذه البطولة لأول مرة في تاريخه. توماس توخيل، ناصر الخليفي رئيس النادي، كلهم يعرفون جيدا بأنه الوصول إلى المباراة النهائية كان صعب، فريق عانى كثيرا في السنوات الماضية، كان الطموح دائما بالنسبة لباريس سان جيرمان لجماهير باريس سان جيرمان هو أن يكون الفريق قادر على الفوز ببطولة أوروبية، نظرا لأنه على المستوى المحلي هناك اكتساح كبير جدا، هناك فارق كبير جدا ما بين باريس سان جيرمان وبقية الأندية، يمكن لدرجة وصلت إلى أنه كثير من مبارياته مع الأندية الكبيرة اللي تعتبر في فرنسا مثل أولمبيك ليون، مثل مارسيليا وحتى سان تيتيان، كان لا يجد باريس سان جيرمان أي أدنى صعوبة في أن ينتصروا بنتائج كبيرة. صحيح. لذلك يمكن الطموح زاد عند الجماهير منذ قدوم ناصر الخليفي، منذ القدرات المالية الكبيرة اللي أصبحت يمتلك، كانت في الفريق يعني تسجيلات دائما بتكون نوعية كل عام. صحيح، يعني يمكن، ولكن كان يعاب دائما على باريس سان جيرمان أنه دائما ما يخفق في الأمتار الأخيرة، ودائما ما يخرج أمام أندية صغيرة نسبيا في هذه المواجهات. يمكن لذلك كان، يعني يمكن باريس سان جيرمان كان يفتقد لعامل الحظ، يعني في اكثر من مناسبه كان قريب جدا من التاهل على حساب برشلونه في مره من المرات، وعاد برشلونه برومونتادا تاريخيه، ايضا في الموسم الماضي كان قريب من التاهل
عاد مانشستر يونايتد وانتصر عليه في حديقة الأمراء، ولذلك هو لم يرغب في أن يتكرر هذا السيناريو في هذا الموسم. الآن يمكن نظام البطولة واختلافه، وإن تلعب الآن في دولة واحدة مباراة اللي هي البرتغال ومباراة واحدة، فأعتقد أنه صعب عن الجماهير أيضا بالنسبة بعيدة عن الجماهير. يعني يمكن حتى باريس سان جيرمان عانى معاناة كبيرة جدا في دور الثمانية أمام أتلانتا الإيطالية، يمكن يعني لولا الدقائق الأخيرة ودخول مبابي وتغييره لنتيجة المباراة كان يمكن أن يخرج باريس سان جيرمان من هذه المسابقة أمام أتلانتا. وأيضا أتلانتا يعني ليس بذلك الخصم اللي يمكن أن نقول عنه خصم كبير ومتميز على المستوى الأوروبي. صحيح هو متميز في السنتين الأخيرتين، ولكن ليس على مستوى دوري أبطال أوروبا. لذلك أعتقد أنه هذه المواجهة صعبة ستكون جداً. صعبة جدا لتفهم هوية من سينجح في التتويج بالله. نعم سهل. نعم سهل. أنا أريد أن أركز الآن عن هجوم الفريقين تحديدا، من أقوى الفرق هجوما في دور الأبطال، هجوم شرس جدا في المقابل دفاع الفريقين. يعني كل يتحدث عن انه والله حظوظ الالماني ربما تكون البايرن ميونخ ربما تكون اقل باعتبار انه خط دفاعه هو الاضعف في هذه المواجهه، لكن هناك من يقول لك من يعطيك الفرصه اصلا لتصل الى خط الدفاع الذي لم يختبر الاختبار الحقيقي بعد، رغم يعني بغض النظر عن المباراه السابقه امام ليون. من انصاف الفرص يستطيع البافاري ان يسجل، اما هناك يعني تتحدث عن امبابي، تتحدث عن نيمار، تتحدث عن دي ماريا، السرعة والمهارة معا. صحيح، يعني يمكن صراحة سؤالك صعب جدا وبيأكد على أنه هذه المواجهة فيها كثير من التعقيدات، نظرا لأنه لو نظرنا إلى خط دفاع باريس سان جيرمان في وجود تياغو سيلفا أعتقد أنه أعطى صراحة ثقة كبير جدا منذ انتقاله من إس ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان. نعم. أصبح واحد من الركائز الأساسية بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، يقدم نفسه بشكل ممتاز صراحة، أعتقد أنه بيقوم بدور كبير جدا من خلال توجيه لزملائه. يمكن الفريق اللي حيكون أقل أخطاء يمكن هو أن ينجح في التتويج بلقب هذه البطولة، ولكن في نفس الوقت زي ما أنت ذكرت أنه فريق بايرن ميونخ فريق دائما ما يجيد التعامل مع الهجمات بشكل ممتاز، يعني يمكن حتى في مباراة الأولمبيك ليون رغم قلة الهجمات بالنسبة لبايرن ميونخ سجلوا، لكن استطاع جنابري بمستوى رائع جدا انه يعكس مجريات المباراة، يسجل هدف يعطي ثقة اكبر بالنسبة لزملائه، ويمكن نجح في قيادة الفريق لان ينجح في الفوز بالثلاثية. جنابري تحديدا يقدم موسم احلامه هذه المباراة بكل تأكيد، يعني يمكن لك ان تتخيل انه جنابري في 2015 كان يلعب في وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي، ومدرب الفريق في ذلك الوقت كان يرى بأنه هذا اللاعب لا ليس من طينة اللاعبين اللي يمكن أن يلعبوا في فريق مثل ويست بروميتش. الآن هو لاعب في صفوف المنتخب الألماني، الآن هو يقود بايرن ميونخ لأن يصل إلى المباراة النهائية، ولذلك أعتقد أنه أثبت أنه اللاعب أحيانا كثيرة يمكن أن يتطور، أن يؤمن بقدراته، يكون قادر على أنه يحقق طموحاته من خلال ثقته بنفسه. نعم. لكن ما في شك زي ما أنت ذكرت يا حسام أنه هذه المباراة صراحة ستكون غاية في الصعوبة. دي ماريا وتألق كبير جدا في المباريات الماضية، في مرحلة نصف النهائي توج بجائزة أفضل لاعب في هذا المربع بنجاحه بتسجيل هدف وصناعة هدفين. أنخيل دي ماريا كان له دور كبير جدا في تتويج ريال مدريد باللقب في 2014، ولذلك أعتقد أنه الآن هو يرغب في أن يكرر نفس السيناريو من خلال مساعدته لباريس سان جيرمان في هذه المواجهة. لكن لا شك بأنه هذه المواجهة أيضا ستكون عليها ثقل كبير جدا بالنسبة لنيمار. نيمار في 2015 قاد برشلونة للفوز بلقب دوري الأبطال على حساب يوفنتوس الإيطالي، والآن هو يرغب في أن يؤكد بأنه كان له دور كبير جدا في هذا الانتصار من خلال وصوله للمباراة النهائية اليوم مع باريس سان جيرمان. نعم أستاذ سهل، يعني في مثل هذه المباريات الختامية دائما ما تتحسب كل الجهات المعينة لهذه المباراة، حسب الركنيات، الغلطات، حسب حتى الهجمات، حسب يعني كل الأشياء اللي بتكون موجودة داخل المستطيل الأخضر، ولكن نتوقع أيضا الأكثر هجوما من الفريقين من خلال هذا التحليل. لا شك باريس سان جيرمان من خلال ما يمتلكه من إمكانيات، وخصوصا أنه دفاع بايرن ميونخ، يعني لذلك يمكن دائما معظم الأندية حينما تجد الخصم عنده مشاكل كبيرة جدا على المستوى الدفاعي فأنت أفضل له وسيلة لك، وخصوصا أنك أنت بتمتلك هذا النوع من الخط الهجومي اللي بيمتلك أفضل لاعبين،
افضل لك انك انت دائما تهاجم، لكن دائما بحذر، نظرا لانه ايضا بايرن ميونخ بيمتلك خط هجوم قوي جدا، وفاجأ الدوري في هذا العام بالضبط. يعني في الاندفاع الهجومي المبالغ فيه يمكن ان يكلف باريس سان جيرمان مشاكل كبيره جدا على المستوى الخلفي. هي في النهايه ستكون مباراه صراع وسط، كلا الفريقين بيمتلكوا خط وسط قوي جدا، في وجود الكانتارا، في وجود غورتزيكا في الجانب الاخر، ويوجد عدد كبير في موسمه الاخير الكانتارا في موسمه الاخير بالضبط، يعني قبل رحيله في احتمال كبير ينتقل الى ليفربول الانجليزي. عند فيراتي يعني يمكن رغم غيابه، لكن هناك كان لاعبين اكثر من لاعب استطاعوا ان يثبتوا انهم عندهم قيمه كبيره جدا على مستوى خط الوسط بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان. نتحدث عن ادريس اغاي، يمكن رغم قدومه من فريق نسبيا يعتبر من أندية المتوسطة في البريمير ليج اللي هو إيفرتون، لكن أثبت نفسه واستطاع أنه يحجز مقعده كلاعب أساسي رغم غيابه في المباراة الماضية، لكن هو مرشح لأن يكون متواجد في مباراة اليوم. خط وسط قوي جدا بيمتلكه نادي باريس سان جيرمان، ولذلك هي ستكون مباراة صراع وسط، من يستطيع أن يسيطر على الوسط، من يستطيع أن يستغل أنصاف الفرص يمكن أن ينجح في التتويج بلقب البطولة. نعم، الفريق الألماني البافاري يتمتع أيضا بأطراف نارية لها عمل كبير جدا يعني في مثل المباراة، ربما تتفوق نوعا ما على أطراف باريس سان جيرمان، ربما تكون هذه هي يعني جانب من جوانب التفوق في هذه المباراة. البافاري استطاع أن يتألق خلال موسم كامل تألقت فيه الأظهرة، إذا كان الأيمن أو الأيسر، موسم تاريخي قدمه على الصعيد المحلي على مستوى اللاعبين تحديدا على طرفي الملعب. يعني صحيح، يعني يمكن نحن نتحدث عن تحديدا الفونسون ديفيس، هذا اللاعب رغم صغر سنه لكن كان قدم مستوى مذهل، يمكن ابهر الجميع انه لاعب كندي استفاد من تحول الابا لقلب الدفاع غلب الدفاعنا جوار بواتينغ. صحيح، نعم. يعني يمكن كانت هذه واحده من الفوائد التي جناها هذا اللاعب، لكن صراحه الامكانيات الكبيره اللي قدمها الفونسون ديفيس في الفتره الماضيه كانت تعطيه الاحقيه حتى اذا لم يكن ديفيد ألابا على مستوى قلب الدفاع. إمكانيات رائعة جدا على المستوى الهجومي، على المستوى الدفاعي، لاعب صغير في السن بيقدم 90 دقيقة دون كلل أو ملل، لاعب صراحة شبه متكامل رغم صغر سنه، ولذلك هو مرشح بأن يكون واحد من أبرز النجوم على مستوى كرة القدم في السنوات القادمة. لا ننسى أنه أيضا على الجهة الأخرى تحدث عن غرير، يعني نسبيا اطراف باريس سان جيرمان لا تقارن بالاطراف الدفاعيه بالنسبه لنادي بايرن ميونخ، يمكن حتى الفريق باريس سان جيرمان يمكن عنده مشكله كبيره جدا على مستوى الجهه اليسرى، يعني صراحه يمكن ليست بتلك الجوده التي يمتلكها فريق بايرن ميونخ، لكن يمكن المساله حتكون فيها صعوبه نظرا لانه الفونسو ديفيز هل سيقوم بالعمل الهجومي كما شارك في المباريات السابقة في وجود هذا الخط الهجومي القوي بالنسبة لباريس سان جيرمان؟ فهي المسألة صعبة جدا، المسألة في أنه متى سيخرج متى سيرجع في المسألة حتكون معقدة نسبيا بالنسبة للأطراف الدفاعية بالنسبة لبايرن ميونخ في الخروج والتقدم للمساندة الهجومية، فهي المسألة حتكون صعبة. البافاري دائما ما يقدم السهل الممتنع، يعني يحاول أن يسير المباراة كما هي. صحيح، يعني يمكن ان احنا لو نظرنا للفريقين بنلقى انه الفريقين اسلوبهم هو اسلوب كره ممرحله، كره ممتعه، ليس اللعب الطويل المباشر كما هو حال الكره الانجليزيه، لكن ولذلك هذا الامر سيجعل فعلا هذه المباراه اكثر صعوبه من خلال الادوار التكتيكيه اللي بيقوم بها خط الوسط. صحيح، صحيح، يعني دائما لما تكون الكره قصيره بيكون في توتر حتى للمتلقي او المشاهد وحتى وسط اللعيبه والجهاز الفني. سنقف يعني عند نقطة تحدثنا قبل فيها إنه الأكثر هجوما باريس سان جيرمان، ولكن البايرن فاجه عدد من الفرق الأوروبية خصوصا برشلونة الأسباني، فهل سيحقق اللقب السادس في هذا الموسم؟ بلا شك بايرن ميونخ يمتلك إمكانية تحقيق اللقب السادس، خبرته تتويجه باللقب من قبل 5 مرات مع هانز فيليك، الآن شكل الفريق تغير، يعني يمكن منذ إقالة المدرب السابق الكرواتي كوفاتش شكل الفريق تغير، أصبح هناك شخصية، أعاد الروح مرة أخرى للاعب توماس مولر بعد يمكن غياب لفترة ماضية مع كوفاتش كان يقدم مستويات سيئة، تألق كبير مواصلة للتألق لليفاندوسكي، تحدث أيضا يمكن
عن الإضافات اللي حققها الفريق في الفترة الماضية بوجود إيفان بيريزيتش لاعب المنتخب الكرواتي وتقديمه لمستويات جيدة، لكن في نفس الوقت أيضا طموح باريس سان جيرمان لا يقل عن طموح كيميتش. أيضا يقدم كيميتش صراحة بيقدم في مستوى كبير جدا. أعتقد أنه الطرف الآخر أيضا باريس سان جيرمان عنده رغبة كبيرة جدا، أول مرة يصل للمباراة النهائية وأول مرة يرغب في أن يتوج بلقب هذه البطولة التي سعى لها منذ سنوات طويلة جدا، ولذلك لا يرغب في أن يصل إلى المباراة النهائية ويخرج بالميداليات الفضية. لذلك يمكن دوافع الطرفين أعتقد أنها دوافع متساوية، لكن ما في شك بأنه الفريق الأكثر تركيزا الأكثر استغلالا لهذه للفرص المتاحة يمكن هو أن ينجح في التتويج بلقب البطولة. وبأي حال نحن أتوقع أنه نشاهد دموع نيمار سواء رفع الذهب أم كانت هناك الميداليات. هي متعة مضمونة يا حسن. هي متعة مضمونة ودموع مضمونة لنيمار النجم البرازيلي الكبير، كل الأنظار تنظر إليه، يعني كل العالم يعرف أنه هكذا الترتيب ما بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يختلف كل العالم ما بين المقعد واحد واثنين، وهذه لن نتحدث عنها، لكن كان دائما وعلى مر التاريخ والسنوات والمستويات المقدمة أنه المقعد الثالث محجوز لنيمار باعتبار سن أنه هو من سيكون الأول بعد يعني تقدم السن لهذين النجمين. هي فرصة الآن انتفاضة باريس سان جيرمان، ونيمار يحتاج الانتفاضة، يعني 5 سنوات غاب عن رفع دوري الأبطال وهو اسم كبير يحتاج أن يعود إلى الساحة بعد المستويات الجميلة اللي قدمها. صحيح، هو ما في شك هناك ضغوط كبيرة جدا على نيمار، الجميع يعرف جيدا الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها منذ قدومه من سانتوس البرازيلي. صراحة هذا اللاعب أظهر إمكانيات كبيرة جدا وكان يمثل قيمة كبيرة على المستوى الهجومي رفقة برشلونة بالإضافة لميسي وسواريز، كان هذا الثلاثي بيقوم بعمل كبير جدا ونجح هذا الثلاثي في قيادة برشلونة للوصول إلى التتويج بلقب دوري الأبطال في 2015. يمكن منذ انتقال اللاعب إلى نادي باريس سان جيرمان كان أثار لغط كبير جدا. أسباب انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، البعض وصف بأنه هو يرغب في أن يجد تحدي آخر، البعض وصف بأنه هو يرغب في أن يكون نعم يهرب من ظل ميسي ويصبح هو النجم الأول في الفريق، لكن لا شك بأنه الآن الفرصة أصبحت مواتية. نتحدث عن كريستيانو رونالدو، هذا الثنائي أصبح الآن في مرحلة الأفول، وبالتالي هي فرصة كبيرة جدا بالنسبة لنيمار لأن يتولى عرش الكرة العالمية من خلال فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وهذا الأمر لن يتم إلا إذا نجح في قيادة باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري الأبطال، رغم إلغاء جائزة الكرة الذهبية في هذا الموسم نظرا للظروف الصحية الحالية، لكن يمكن لأن يكون حافز ودافع كبير بالنسبة لنيمار في المواسم القادمة لأن يكون قادر على الفوز بجائزة الكرة الذهبية. نعم، يعني تحدثنا في البداية عن أنه باريس جيرمان سان جيرمان لم يواجه فرق يعني كبيرة في السابق، والآن هو حيواجه البايرن، كيف تتوقع هذه المواجهة وهل ستكون خصما على باريس سان جيرمان؟ هي ما في شك هي المواجهة ستكون صعبة، يعني يمكن دائما باريس سان جيرمان يمكن في الأدوار الأولى واجه ريال مدريد ونجح في أنه يتعادل مع ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، رغم بالعكس هو يمكن نادي باريس سان جيرمان قدم نفسه بشكل ممتاز، يعني استغل أخطاء ريال مدريد في تلك المباراة ونجح في العودة في المباراة، لكن لا شك بأنه هذه المباراة حساسية المباراة بتتطلب بأنه باريس سان جيرمان يتعامل معها بحذر أكبر. يمكن المسألة ستكون هي قدرة الفريقين على إذا ما وصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية، المسألة ستكون مرتبطة بالمخزون اللياقي وما قدموا الفريقان في الوقت الأصلي إذا ما ذهبت المباراة للأشواط الإضافية. يمكن حتى حديث توماس توخيل عن أنه لاعب إمبابي لن يستطيع أن يلعب 120 دقيقة، وبالتالي هذا يؤكد على أنه يرغب في حسم المباراة منذ الوقت الأصلي. صراحة من رأيي الشخصي أنه الأقرب يصبح يبدو أنه هو باريس سان جيرمان، ولكن لا أعتقد أنه ستكون بتلك السهولة في أن ينجح في إقصاء أو في الفوز على حساب بايرن ميونخ. نعم، شكرا جميلا سهل أحمد العبيد، شكرا لك ولحضورك، وبكل تأكيد المدعى مضمون اليوم من خلال هذه المباراة. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لكل السادة المشاهدين. نعم، شكرا جزيلا، لكن نسينا ما سألنا، هو هيكون مع البايرن ولا مع باريس سان جيرمان؟ ما حيكيف لنا كده والله، رغم أنه أنا ما بشجع واحد من الطرفين، لكن أنا بتعاطف مع باريس لأنه دي الأول مرة يصل للمباراة النهائية، وأكيد حيكون بالنسبة له حافز كبير أنه يفوز كده. نسبة شغلة شكرا.